يعني حيا وسهلا لا حصن سكيبان التاريخي يقع في الجانب الغربي من وادي بن علي، وبالأخص في منطقة سكيبان. يعتبر الحصن من الحصون التاريخية القديمة في الدولة الكثيرية الأولى في عهد السلطان بدر بوطوارق. طبعا الحصن هو من الحصون التاريخية القديمة، وهو يعتبر بمثابة نقطة عسكرية تطل على مدخل وادي بن علي بشكل عام، ومن خلاله ومن خلال مبناه وفن الفن المعماري اللي تميز به هذا الحصن انه يشرف على منطقه على مدخل وادي بن علي وعلى المناطق المجاوره، من ضمنها منطقه سكيبان والسفوله وموشح وضواحي المناطق هذه. عملية الترميم للحصن سكيبان التاريخي طبعا قسمت إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي إعادة بناء السطوح والجدران المتهالكة لتسهل تصريف مياه الأمطار والحفاظ عليه، وطبعا هذه المرحلة تم إنجازها بجهود شخصية وبجهود خاصة من أبناء القبيلة، خاصة اللي هي قبيلة آل سيف وقبيلة آل كثير عامة. المرحلة الثانية هي عبارة عن ترميم الحصن من الداخل وتلييسه كامل وإعادة وتصميم الأبواب والنوافذ، والمرحلة الثالثة هي تلييس الحصن من الخارج.